للحديث عن الصراع السياسي في العراق على رئاسة الحكومة مع بقاء نهج المحاصصة الطائفية والحزبية، معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الأستاذ قحطان الخفاجي. أستاذ قحطان، بداية مرحبا بك، ماذا يعني مصطلح الثلث المعطل؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حقيقة هذه بضعة جديدة ابتدعت في منطقة الشرق الأوسط، بدأت في لبنان، ولأن هناك علاقة واضحة بين طبيعة هذا الثلث وطبيعة ارتباطه الخارجي بالتحديد الإيراني، إذن هي عملية اشترار الخطأ في منطقة أخرى، وبالتالي أعتقد أن هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الجانب الإيراني والجهات المعنية به والمرتبطة به لم تمتلك شيئا سوى إعادة الخطأ بخطأ آخر، وبالتالي هذا البدعة، أهل البدعة الجديدة ستنهار وستزيد من الطين بلة على أصحابها، وبالتالي هذا يؤكد أن العملية السياسية ستحاول إيران أن تدير هذه ما تراه مناسبا، ولكن التجربة ثبت أن الفشل هو حديث الجانب الإيراني وأفكاره الضيقة المبتدعة اللامنطقية. طيب أستاذ قحطان، يعني للسؤال، ذكرت أن هذه كلها توجيهات إيرانية فيما معنى الكلام، ما فشل يعني مع فشل الثلث المعطل في لبنان، الأحزاب الآن أحزاب الإطار التنسيقي تريد أن تستخدمه مرة أخرى، يعني بحجة حل أزمة حكومة ومن بعدها حل أزمات يغرق بها العراق، في حين ذكرنا أن هذا المصطلح مستخدم في لبنان وهو تجربة فاشلة، ما هو الهدف الإيراني من ذلك؟ أنا آسف لأن الصوت على المدو غير واضح، ولكن نعم سوف أختصر لك السؤال، يعني ماذا تريد إيران من خلال يعني تطبيق هذا المصطلح في العراق؟ أعتقد أن إيران وأحزاب إيران أخطأت مرة في العراق تضعف ما أخطأته في لبنان، هي بالتأكيد تريد أن تؤكد أحد أدوات الفاعلة من صناعتها في العراق، ولكن انها هي خطأت ان الثلث المعطل في لبنان كان شكلا باخر يمتلك حقيقه او ترتيب او تسبق طائفي يختلف عن البقيه الباقيه داخل البرلمان. الان في العراق هذا الثلث الذي اتبعته ولو تحول تستجره الى العراق هو ليس كما في لبنان، بدليل ان هذا الثلث هو ضد المجموعه الاخرى التي تنتمي الى ذات المذهب، ذاك الخندق اللي هو الخندق الشيعي بين قوسين اللي مثل صبر، اذا هي استعاره خاطئه، توقيت خاطئ، ودليل على ان لا يملكون في جعبتهم شيئا يمكن ان يجرون به العمليه السياسيه حاجه، اذا هو تاكيد على فشل، رغم انه تاكيد على هويه الانتماء الى ايران، ولكن في رايي الشخصي ولكن ماذا تبقى من حكومه الاغلبيه كما يسميها الصدر، اذا كانت يعني القرارات متخذه بناء على مساومات مسبقة، ماذا تبقى من حكومة الأغلبية من وجهة نظرك؟ الصوت غير ماذا تبقى من حكومة الأغلبية أستاذ قحطان؟ أؤكد أن فقط كلمة ماذا تبقى نعم يعني حكومة الأغلبية كما يسميها الصدر، ماذا تبقى منها من وجهة نظرك إذا كانت هناك قرارات متخذة وفق مساومات مسبقة؟ المساومات التي تجري لحد الآن في رأينا الشخصي وكمتابعين لم تحظي برضا المجموعة الإيرانية رقم واحد، اثنين أنها أساسا لم تكتمل ولم تصل إلى نتيجة ترضي أطراف أخرى، وبالتالي أعتقد أن هذا الذي طرح هي محاولة لأن تلقي وكأنما في جعبتها أغراق كثيرة، إذن هي المتبقي هو دلالة على أنه لم يتبقى شيء لهذه المجاميع يمكن أن تذهب إليه إلا حالة واحدة، طبعا أنه تبقى في الحوار وفي المساومة وفي شيء الحوار البرلماني، أما الشيء الآخر يمكن يذهبون إليه هي خلط الأوراق والاقتتال البيني داخل الخندق الواحد، تبين لهم لكي يفشلوا كل الترتيب الخاطئ، الترتيب هي ترتيبة خاطئة، هي المنطقة هي خاطئة أو الفجرة هي خاطئة،
ولكن يريدون أن ينهونها التجربة، علهم يريدون التركيبة بشكل آخر مرة أخرى وعلى المعظمة بشيء. نعم أستاذ قحطان، على ما يبدو يعني لجوء أحزاب الإطار التنسيقي والميليشيات الموالية لإيران إلى هذه البدعة الجديدة ربما يعني يؤكد أو يؤشر أن العملية السياسية لن تخرج عن سمتها الأساسية التي بنيت عليها وهي المحاصصة الحزبية والطائفية. طيب أستاذ قحطان، ماذا إن لم تصمد هذه التهدئة من وجهة نظرك؟ يعني هل كما هو معلوم العراق الآن فيه فوضى السلاح، فوضى انتشار السلاح والميليشيات بكثرة، هل تعتقد أن البلاد ربما مقبلة على حلقة أكبر بين الميليشيات المتصارعة على النفوذ؟ أنا أعوذ بالله من كلمة أنا واحد الذين حذرنا منذ مدة ليس قليلة على أن العملية السياسية انتهت في العراق، وأدرك الأطراف السياسية أن حق المساومة التي كانت يتفقون عليها لم تعد مقبولة من قبل القوة المفاعلة الخارجية في العراق، وأعتقد أن الفوضى السياسية ستمر إلى فوضى في خنادق وتقاطع خنادق وتقاطع بنادق، ولعل التغييرات الحقيقية التي حصلت أو الخروقات التي حصلت لها علاقة في هذا السياق هو التشيب، وبالتالي أعتقد أن الاختلاف البيني سيكون هو سيد الموقف، ودائما نتمنى أن لا يتحقق ذلك، ونتمنى أن تكون رؤيتنا خاطئة، ولكن للأسف أنها لا تشير إلى أن الأطراف التابعة لإيران ليس ينبقى لديها شيء إلا ترفع السلاح، وهي مستعدة لردع السلاح لأن أمريكا لأن إيران في صراعها مع أمريكا تريد أن تجر أمريكا وأطراف متابعة لها إلى اقتتال بيني عبر الميليشيات علها تربح المعركة. طيب أستاذ قحطان، يعني أخيرا يعني بلا شك العراق على هذا النحو ووفقا للمعطيات يراد إبقاؤه رهينة للصراعات السياسية وكذلك أيضا رهينة لنفوذ الميليشيات، ولكن هنا يعني ثورة تشرين، مطالب ثورة تشرين السلمية، إلى أي مدى تعتقد أن هناك جولة أخرى لهذه الثورة وفقا لاستمرار مأساة العراقيين؟ يعني لم تأتي العملية السياسية بشيء جيد للعراقيين. هي أخي العزيز ثورة تشرين لم تخرج بإرادة الشخوص، مع كل احترامي وعظيم تقديري للشخوص، بل خرجت من معاناة الشعب. هذه المعاناة ما زالت قائمة، وأسباب المعاناة ما زالت مشخصة، هي العملية السياسية ورموزها الفاسدة. وبالتالي نحن نقتنع قناعة تامة أن ثورة تشرين بأي شكل كانت بذاتها أو بشيء جديد سيأتي بإذن الله، ستأتي بالتأكيد لأن الإرادة العراقية للتغيير قائمة، وإن استطاع أطراف الحكومية والأطراف الدول العميقة وإيران خداع بعض الأشياء وخداع بعض الشخوص واستمالتهم وقمع البعض وقتل البعض وتغيير البعض، ولكن تشرين قائمة وتشرين جذوتها موجودة، وشيء لا يقبل النقاش أن هناك تغييرا بإذن الله الشعب من بغداد. أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.